أن تمارس كرة القدم فعليك التفكير في مكان ما، وذلك المكان يتواجد في محيط ملائم، لأن كرة القدم تربية وتكوين، وهو ما عملت لتحقيقه إدارة شباب بلوزداد، فوجدت في المركز الرياضي للخروبة الذي بدأت به الأشغال الأربعاء الماضي بالضبط وبحضور الفاعلين بنادي بلوزداد. وهي الأشغال التي تدخل ضمن استراتيجية الفريق. أولوية حتى نعطيه النفس الجديد اللي باش يكون برنامج في المستقبل، حتى الأكابر اللي باش يكون عندها عمق تاع اللاعبين اللي تجيبهم من التكوين تاع الفريق تاع النادي. قربت السنة الثالثة هذه عامين ونص، وحنا نعملوا باش نديروا استراتيجية مع فئات شبانية تاع شباب الوزداد مع الرئيس تاعنا. كان هدف رئيسي تاعنا ان تكون عندنا هياكل قاعدية في الفريق. مدرب الفئات الشابة استحسنوا المبادرة التي تمنوها من قبل، خاصة وان العمل على أرضية ترابية في ظل ظروف غير ملائمة، فجاء الفرج بالأولويات. احنا عطينا الاولويه للملعب الطارطون اللي هو كاين ملعب كبير عليه سولون يعني لي نورم تاع فيفا، وكاين ملعبين صغار للتدريب كذلك فيهم طارطون، ولي فيستيار اللي هو المرفق تاع لي فيستيار بلوس لا سال دو ميسكولاسيون، هذه اللي بدينا فيهم كاولويه على حسب يعني الامكانيات الماديه اللي موجوده عندنا حاليا. في المستقبل عندنا برنامج انه كاين نبناو فندق اللي هو فندق لي تاع 50 غرفة، تقريبا 50 غرفة حتى يعني يعطي نفس، وفيه اللي راح تكون فيه صال دو ريكوبيراسيون، صال دي ميسكيلاسيون على نمط عصري، صونا يكون فيها مطعم، يكون فيها كافيتيريا، صال دو ريلاكساسيون، يكون فيها كذلك مرافق اللي هو للتكوين النظري يعني لي صال دو كونفيرونس، حتى اللاعب حتى يتكون من الصغر تاعو يلقى تكوين من ناحيه نفسيه، من ناحيه بسيكولوجيه، من ناحيه كذلك تنظيميه. خاطر احنا في شباب بلوزداد ان شاء الله ما راحش نكونوا لاعب، راح نكونوا الراجل واللاعب، وان شاء الله مع مرور الوقت ان شاء الله راح تشوفوا ثمار الخدمه تاعنا في المستقبل ان شاء الله. نهاية الأولويات تنتهي أفريل القادم، في انتظار الأموال لإكمال ما تبقى من الأشغال لمواصلة الديناميكية الموجودة هذا الموسم بمختلف الفئات من الشباب إلى الأكابر. Pour la vie de club, c'est pas l'idéal. Pour donner une dynamique à un club, il est bien d'avoir une unité de lieu dans la gestion administrative, dans la gestion sportive, dans les lieux de travail et de communication. Donc ça peut être un élément décisif, même si on s'apercevra que ça sera vite petit et qu'il faudra trouver d'autres terrains, d'autres espaces. Mais c'est déjà un premier pas dans le fait d'enraciner le club dans des projets de durée et pas uniquement dans le résultat immédiat du week-end suivant.